سكر ولبن كريمه لباني وزبده، ده الكراميل، ده اللي جاهز انا عامله من قبل كده، دول اللي هنعملهم دلوقتي. وطبعا الموز مش هعمل فيه حاجه اكتر ان انا هحمره كده سنه في زيت زيتون. الطاسه لازم تسخن، احط السكر، اعمله كده بقى ومش هحركه، هسيبه لحد اما يبتدي يبقلل من الجناب، معنى كده يبتدي يغلي من الجناب، احط الزبده واحط الكريمه اللباني. طبعا يفضل ما يبقاش الموز مستوي قوي، لانه لو مستوي قوي ممكن يتهري مننا سنه. قطعه بزاويه كده عشان يبقى شكله حلو وياخد مساحه اكبر في الطاسه. هيبتدي بقى ينزل الموز ده في الزيت، هيبتدي يطرى سنه، وهيبقى طعمه زي ما يكون يعني دايب كده وعليها الكراميل، بيبقى طعمه حلو قوي. ابتدى السكر يبقلل، هحط بقى مثلا مكعبين زبدة، مش هقلبه خالص، مكعبين او ثلاثة، بعده عن النار شوية، مش هاي جنبه خالص، خلي بالكوا ده زي مية النار دلوقتي، يعني يفضل ان احنا ما نجيش جنبه خالص لانه هيبقى سخن جدا، ولا حتى نقلبه ولا نعمل فيه حاجة، هتبتدي الزبدة تسيح، هتوصل كل حاجة لبعض. هزود بقى الكريمة اللباني عليه زي ما انتوا عايزين، يعني ده بنعمله خفيف علشان نقدر نستعمله، لو حطينا قليل كريمة لباني بيبقى تقيل وبيبقى يعني بيبقى صعب ان احنا نستعمله كده. خلي بالنا اللي ممكن يفور جامد جدا دلوقتي، كده ده الكراميل، هسيبه بقى على النار كده لحد سيب الموز براحته خالص، انا مش هقلبه، انا هشيل ده من على النار بقى خلاص كده، هسيب الموز ياخد لون، انا محتاجه ان هو يعني يقرب على اللون البني، مش هقلبه خالص من ناحيه واحده بس، هو ده اللون اللي انا عايزه. اتقلبي، ممكن لو عايزين تقلبوه ممكن، بس ايه هو عاده بيبقى كده، بس كفايه كده سخن، طبعا كفايه كده الطبقه اتملى. وبعدين بقى الكراميل من فوق كده من بعيد، نبتدي ايه